السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: وثيقة سرية تكشف عن ضحايا حكومات الاحتلال في سجون العراق. طبعا هو هذا الموضوع الذي سنتحدث به، وسنعرض لحضراتكم إن شاء الله في هذه الحلقة الوثائق التي تتحدث عن هذا الموضوع في زمن حكم باقر جبر صولاغ في عام 2005 عندما كان وزيرا للداخلية. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. احنا مو داعش، احنا طبقه ضعيفه ظلينا بالفلوجه. لا حد سال علينا، لا حد قال ايش محتاجين، والله شغلة كلاب هنا. اريد احد يسمع صوتنا، احنا مو جاعي لا على الطرحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت. ما يصير هيك شيء، انا حد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبهن. احنا نريد ظلمنا المسؤول عليهن هادي العامري. تلقانا هادي العامري هناك سنع الزلم قال ساعة ويحقونكم. ليه هسه؟ مواليد 2000 شنو ذنبه؟ عمي ولا سن بحقه شنو ذنبه؟ 11 واحد اني من بيت انهجم بيتي اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقة ضعيفة ظلينا حصرين هناك بالفلوجة تحمل الجوع والضيق. ما حد يصرف علينا. اني مو جوعان على الطحين ولا على التمن. تعالوا خذوه انطوني ظلمي. ظلمنا يريدهم اني. أهلا بكم. في عام 2005 وأثناء حكومة إبراهيم الجعفري الذي كان رئيسا للوزراء وقتها، تسنم منصب وزير الداخلية باقر جبر صولاغ أو بيان جبر صولاغ أو بيان جبر خسروي، له أسماء متعددة لكنها تعود لشخص واحد متهم بسفك دماء آلاف العراقيين داخل السجون السرية التي أوجد بعضا منها. اشتهر بتعذيبهم حتى الموت على يد العديد من أدواته، واشتهر بلقب أبو الدريل وهو المثقاب الكهربائي، وذلك لتلذذه بتعذيب المعتقلين في السجون التي كان يديرها بأداة المثقاب الكهربائي. جرائم كثيرة وانتهاكات ارتكبها باقر صولاغ مرت مرور الكرام بالنسبة للحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد الاحتلال، بل وكمكافأة له تنقل بين المناصب ليثبت أن المجرم في العراق يكرم والبريء يعذب حتى الموت. فانتقل من وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إياد علاوي إلى وزارة الداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري، ثم إلى وزارة المالية في حكومة نور الملك الأولى، ثم نائبا برلمانيا في فترة الملك الثانية، وبعد ذلك وزيرا للنقل والمواصلات في حكومة حيدر العبادي. والآن وبعد هذه السنوات ظهرت وثيقة حصل عليها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ونشرها، تثبت بالدليل القاطع كيف أن العراقيين كانوا يقتلون تحت التعذيب في السجون التي كان يديرها صولاغ. سنعرض لحضراتكم بعد قليل هذه الوثائق، وسنتطرق إلى الكثير من القضايا التي حدثت في السابق والتي تحدث اليوم. نود أن نعرض لحضراتكم الآن أول وثيقة صادرة وقتها من قبل وزارة الداخلية، ونشاهد مع حضراتكم الآن، هي على الشاشة. صدرت، طبعا هو الموضوع طلب إصدار شهادات وفاة على أنها حالة طبيعية أدت إلى وفاة هؤلاء المعتقلين، لكنها متضمنة بما تشاهدونه أنهم توفوا أثناء التحقيق معهم في سجن ملجأ الجادرية. طبعا هو سجن سري وكشف عنه الأمريكان وقتها، وظهرت الحقائق والفضائح لهذه المعتقلات والسجون. والآن هذه الوثيقة لتؤكد الكلام على الانتهاكات التي حدثت داخل السجون والمعتقلات إبان فترة حكم باقر جبر صولاغ. في وثيقة أخرى واستكمالا لهذه الأولى، هذه الثانية، وموجود كما تلاحظون أسماء المعتقلين الواردة في هذه الورقة كذلك، هؤلاء أيضا من ضمن المعتقلين الذين توفوا نتيجة التعذيب الذي شهدوه في هذه السجون والمعتقلات. طبعا الموضوع مشاهدينا الكرام لا يقتصر على قضية السجون السرية أو قضية هذه الورقة. باقر جبر صولاغ لديه سجل حافل بالجرائم والانتهاكات التي وثق بعضها وبعضها الآخر لم يوثق، لكنها شهدت من قبل العراقيين. نتطرق سريعا إلى الانتهاكات التي حدثت في عهده.
وهو وزير للداخلية. طبعا هناك كانت مذابح المستشفيات ومذبحة وزارة التعليم العالي في وقتها داهمت قوة مسلحة يرتدي بعضها زي مغاوير الداخلية، قوات الداخلية، قوات وزارة الداخلية في وقتها كانت تسمى مغاوير الداخلية، قاموا باختطاف أكثر من 150 شخصا موظفا عراقيا سنيا تحديدا. لنتحدث بصراحة، كانت هناك قوات طائفية تقاد وقتها، وتم إيجاد الكثير منهم بعد ذلك مرمون بالرصاص مقتولون أو في مكبات النفايات أو في الأنهر، كذلك تم إيجاد بعضهم ممن تم خطفهم أو اعتقالهم باعتبارها كانت قوات حكومية. طبعا عندما كان وزيرا للمالية ارتبط اسمه بقضية غسيل الأموال وقضية تأجير مؤسسات أو بنايات حكومية إلى ميليشيات أو إلى أحزاب، وكذلك عمليات غسيل أموال ارتبطت بمقربين منه بالدرجة الأولى، وكذلك بتهريب الآثار. وطبعا كما تم تداوله سابقا بقضية إلقاء السلطات الإيطالية القبض على ابنه وهو يقوم بعملية تهريب للآثار في إيطاليا. وكوزير للنقل عندما تسلم المنصب، الطيران العراقي أو شركة الخطوط الجوية العراقية تم منعها من الطيران فوق الأجواء الأوروبية لأنها كانت غير مؤهلة للقيام بذلك، وهو دليل آخر على حجم الفساد الذي شهدته هذه الوزارة وهذه المؤسسة العريقة في فترة حكم صولاغ التي بسببها منع الطيران العراقي من التحليق فوق الأجواء الأوروبية. سجل حافل بالانتهاكات والجرائم التي وثق بعضها كما قلنا وبعضها الآخر لم يوثق. مع هذا لا نرى ولم نرى أي تحرك من قبل الحكومات المتعاقبة، رؤساء الوزراء أو من قبل القضاة أو من قبل القضاء في العراق تجاه هؤلاء الأشخاص، بل بالعكس شاهدناهم يكرمون بمناصب أخرى وينتقلون من حكومة إلى أخرى باستلام مناصب تختلف بها التخصصات جملة وتفصيلا عن بعضها. يعني عندما يكون وزيرا للإسكان والإعمار ثم بعد ذلك يدخل إلى الداخلية ثم ينتقل إلى المالية وبعد ذلك يذهب إلى النقل والمواصلات، ما الرابط بين هذه الوزارات؟ لا شيء سوى نظام المحاصصة والتحزب الموجود في العراق، هذا هو طبعا الرابط والسبب الوحيد الذي يقود شخصا كهذا أن يتنقل بين هذه المناصب مختلفة السياسات ومختلفة التوجهات. ما الذي يمنع أو ما الذي منع حكومات الاحتلال من الملاحقة هؤلاء ومن محاسبتهم ومن معاقبتهم؟ سؤال يظل مطروح حتى هذه اللحظة، ويطرح كذلك إلى حكومة عادل عبد المهدي التي ترى هذه الوثائق بين الحين والآخر والتي تسمع هذه الأخبار والتي تقرأ التقارير التي تخرج من المنظمات الموثوقة والتي يعتز بشهادتها وبتقاريرها ولا يتحرك. طبعا للتأكيد أكثر على القضايا التي تحدث في السجون الحكومية، منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت أمس الأربعاء تقريرا تتحدث به عن القضاة في العراق وكيف أن محاكم التمييز في العراق تنظر إلى قضايا كثير من المعتقلين الذين اعترفوا تحت التعذيب والذين تثبت أجسادهم أنهم يحملون آثار تعذيب ناتجة عن ما يعانونه طبعا في السجون والمعتقلات، والتواقيع التي تأتي على طبعا الوثائق أو الأوراق التي أو الاعترافات التي يدلون بها تأتي تحت التعذيب. تقول المنظمة Human Rights Watch إن هذه الأمور في العراق والقضاة في العراق لا ينظرون إلى قضية التعذيب، بل يقومون بإصدار أحكامهم بعيدا ويتجنبون في كثير من الأحيان النظر إلى قضية التعذيب الذي يعاني منه المعتقل. تأتي التهم بأنها إرهاب وغيرها، يحكم على المتهم بالإعدام أو بفترة طويلة من السجن دون النظر إلى الأسباب الحقيقية التي أدته إلى هذا الاعتراف. وتقول أيضا أن المحاكم الصغيرة أو المحاكم المبدئية أو الابتدائية التي تصدر الأحكام الأولية تكون متأكدة أو تؤكد أن هناك تعذيب تعرض له المعتقل أدى إلى اعترافه بهذه الاعترافات، لكن المحاكم النهائية المختصة لا تنظر إلى قضية الاعترافات التي خرجت تحت التعذيب، بل تقوم بإصدار أحكامها بلا نظر وبلا تحقيق، وبالتالي تشارك السجانين وتشارك المشرفين على التعذيب في السجون والذين يأخذون الاعترافات من المتهمين بالإكراه تشاركهم بالذنب الذي يقع على
المتهم، وبالتالي هي تقود كذلك إلى ارتفاع معدلات الإعدام في العراق، وكذلك الأحكام المؤبدة أو طويلة الأمد التي يأخذها كثير من المعتقلين. هذه قضية طبعا أخرى مرتبطة ارتباط وثيق بما نتحدث عنه اليوم. سجل العراق منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة منذ الاحتلال هو مليء بالانتهاكات التي وثق كثير منها، ولكن لا يوجد أي تدخل، لأن القضاء في العراق إن تدخل فهو طبعا إن حاول أن يتدخل فسيكون هناك محاسبة للقاضي الذي أمر بذلك، وضغوطات كثيرة تعرض لها إن كان هناك قاضي. وقضية أخرى متعلقة بالفساد الذي تعاني منه المؤسسة القضائية في العراق، والتي وصفت بأنها مؤسسة فاسدة من الأمم المتحدة وكذلك من منظمة هيومن رايتس ووتش أنه قضاء محطم كما وصفته المنظمة الدولية. معنا السيدة أم علي. أم علي تفضلي من جرف الصخر. أم عبد الله من جرف الصخر. أم عبد الله من جرف الصخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي. شلونك أستاذ محمد؟ كل الهلا، أهلا وسهلا أم عبد الله. أستاذ محمد، أنا من جرف الصخر. نعم. برنامجكم عن المعتقلين. احنا المعتقلين استلموهم من جرف الصخر محطة زامل يوم 26/10، ومن ضمنهم ابني من ناحية جرف الصخر، وابني من ذا اليوم لهاليوم هو من مواليد 97، وقالوا ان هم طبوا علينا كتائب حزب الله وسرايا السلام وعصائب اهل الحق، واخذوهم 175 زلمة. بس احنا من بيتنا ابني وعمامة 2 ووالده عمك وابن عمك 175، احنا اللي سلمنا انفسنا للقوات الامنيه. نعم. الو تسمعني استاذ؟ نعم نعم ام عبد الله. ما التهمه التي اخذوا بها ابن حضرتك والاقرباء؟ اي نعم، واخذونا ومن ذاك اليوم. شنو التهمه يا ام عبد الله؟ لا ترجيع يفعلون يرجعوننا لمناطقنا، ولا ولدنا يفعلون ينطونه، هسه ما يريد يرجعوننا. حجي يا ام عبد الله تسمعيني؟ لا. شنو التهمة اللي أخذوا بها ابنك؟ ما لا على تهمة، قالوا القوات الأمنية تريد تحرر المنطقة. نعم. بس نادينا بالحكومة وقالوا لنا عدنان النعمة الرشيد شيخكم منتظركم بالناحية. هذا الحكي من سرايا السلام. قالوا لنا منتظركم بالناحية، جينا من الناحية لأن ماكو كل انتظار. رد جابوا لنا المحطة الزامل، كتفوا الزلم كلها واخذوها محطة الزامل، واحنا النسوان ودونا اول شيء حطونا بالجراج وبعدين دارونا للمدرسة الدينية. نعم. وورا ما ودونا المدرسة الدينية يابا وين ولدنا؟ قالوا 3 أيام لما ندق لهم حاسبات ونرجعهم لكم. ومن راحة ومن موعد التاريخ 26/10/2014. طيب. وهو أي تهمة ما علي، يعني جاهل مواليد 97 93. عرفتوا مكانه وين يا ام عبد الله؟ والله ما عرفت لحد الان مصيره شنو، رحت دقيت حاسبه ببغداد، رحنا دقينا حاسبه بكربلاء، رحنا بالبابل وكل شيء ما لقينا، اي اثر لهم كلهم المجموعه ما لقينا. والجهه اللي اخذته ما تواصلت وياها؟ الجهه اللي اخذته ركب ويانا واحد بالعربانه، هو احنا جينا هم بعربانه، انا زوجه ضريع. وعنده 11 نفر هو احنا وجهال 11 نفر. طيب. بس بيقول واحد قال لنا انا من سرايا السلام. واحنا نعم. قلبنا الدنيا عليكم وجيتوا انتم هسه يلنا. قلت لو جينا هسه سويتونا؟ قال هسه انتم اسرى. وراح احنا ناخذكم وبعون الله ونطلعكم. شو اخذونا؟ قشمرونا، ضحكوا علينا، اخذوا ولدنا واخذوهم اليوم لهم 6 سنين، هاي السادسه ترى طبعا من 2014. نعم. يعني من تروحون تسألون سرايا السلام اللي أخذت أبنائكم، وتروحون تتواصلون وياهم، تعرفون شيء عنهم؟ يعطوكم جواب؟ يشوفوكم أبنائكم؟ أنا هلا حاكيك حاكيت واحد ويعني طلبت منه مساعدة، وقال أنا جوا إيد رئيس الوزراء، قال سجليهم وانطيني إياهم وجيبي لي بطاقتك التموينية وجيبي لي صور العائلة شو اسمه صورته وجيبي لي إياها. وانطيت هي، قال أنا زبيدي. وجوا عيد رئيس الوزراء ومن قال هم تعرفين احد؟ قلت له انا ما اعرف غير الله، انا مره ناس وكل شيء ما اعرف. نعم. والله وابو ضرير هسه يا اخي محمد. نعم. ابو ضرير هسه ولو شوفه يعني لا راتب يمتلك، وجاعدين بهيكل وتاكل بين الحياية والافاعي والجراذيات اكلتنا، وجاعدين انا وبناتي والله والعيشه علي.
ابوهم ضرير. الله يعينكم يا ام عبد الله، بارك الله بك في المشاركه. شكرا. الريد نعم. منكم ومن الله تدورونا على اهل جرف الصخر، يعني 175 يجوز. انا عندي رجل ضرير عفوي، يعني انا نعم. ضرير شافوه حمى ما يشوف، بس عندي حموات وعندي والد حمى وعد، يعني ما عندهم ولد والله، نسوان داحت يعني. ان شاء الله ان شاء الله يكون صوتك وصل يا ام عبد الله. اشكرك طبعا. شكرا للمشاركه. شكرا للمشاركه سيده ام عبد الله. مشاهدينا الكرام، للتاكيد ان ما نتحدث به اليوم عن قضيه ما كان يحدث في عام 2005 من تعذيب وانتهاكات تحدث في سجون سريه وعلنيه على يد باقر جبر صولاغ والقوات التي كانت تدار من قبله وقتها، هي بذره ما نراه الان. التعذيب والانتهاكات والاعتقالات التي تتم في السجون والمعتقلات الآن، والأخذ على الهوية والأخذ على الطائفة المعينة التي ينتمي لها الفرد، وكذلك أنواع التعذيب التي يشهدها المعتقلون، هي كلها نتاج لما زرع سابقا من قبل هذه الشخصيات التي جاءت لحكم العراق وقتها، والتي وضعت أسس لطرق التعذيب ووضعت الأسس ل طريقة التعامل مع السجناء والمعتقلين في العراق بشتى أنواع الانتهاكات التي نراها اليوم، والتي نستمع للسيدة أم عبد الله وغيرها من القصص المؤلمة التي تحدث لهم ولأبنائهم. معنا طارق من صلاح الدين. بيكم. حياك الله طارق. حبيب شلونك؟ الله. تفضل طارق أسمعك. حياك الله. أهلا وسهلا. حبيبي انا من طارق من صلاح الدين، عندي اخويا مفقود 3/3/2015. نعم. فما انا اعرف، ما خلانا اي محافظه بالعراق افترتها الوالده، فما لقينا له اثر. ما نعرف انه عايش ميت، ينطونا اياه يسلمونا جثه اذا ميت، واذا عايش يطلعونا اياه. نعم. ويا من تواصلت يا طارق؟ والله ما خلينا مكان ما رحنا عليه، راحت الوالده للجهات يعني للمطار للناصريه للبصره للديوان للمحافظات الباقيه. اذا الحكومه ما تعرف، منو المفروض يعرف؟ ها عيني. اقول لك اذا الحكومه نفسها ما تعرف وين ابنكم او اخوكم، منو المفروض يعرف بالدوله؟ والله المفروض يعني هو اللي مسؤول الدولة، يعني احنا عندنا الوزراء، عندنا السيد مقتدى، يعني لازم هم يعرفون بي وين. يعني احنا يا طارق، السيدة ام عبد الله، طارق السيدة ام عبد الله من جرف الصخر، من جرف الصخر ام عبد الله هسه قبلك اتصلت بينا، ده تقول انه بس اسمح لي، السيدة ام عبد الله من جرف الصخر اتصلت قبلك تقول انه سرايا السلام اخذت ابننا. طيب شلون مقتدى الصدر راح يعرف وين ابنكم وميليشياته هي اللي تخطف الناس؟ احنا العصايب، احنا العصايب اللي اخذتها، واحنا قالوا ان احنا العصايب نحقق وياه ونهدر. طيب فمن اخذوه بعد ما اتصلنا عليهم اكثر من مره ما جاوبوا علينا، بعدين مره ثلاث ايام جاوبوا علينا، قالوا احنا العصايب نحقق وياه ونهدر. طيب فراح من هذه بعد ما نعرف عنه اي شيء، اخر شيء نواب يقول لنا بجرف الصخر، نواب يقول لنا بمطار المثنى، نواب ما اعرف وين، فنروح ندور هاي ما زال نلقاه. كل من نروح يقول ما موجود بالحاسب، ما خلانا حاسب بالعراق، يمكن اقول لك ما دقينا من موعد. نعم. ما هو في ظل وجود سجون سريه طبعا ما راح تلاقي اسم ابنكم بالحواسب او القوائم الموجوده. طيب نعم دبرنا يعني ماكو. نعم طارق عفوا، انا اشكرك للمشاركه، اتمنى صوتكم يكون وصل، ومن يستطيع عفوا ان يجد حل لهذه المأساة التي يعيشها ذوي المعتقلين والمخطوفين. يعني كما استمعتم لم يقيدوا في حواسب او في نظام الدولة الأمني، وبالتالي أسماءهم هي غير موجودة غير مقيدة، وبالتالي عندما يقومون بالذهاب والسؤال عند جهة أمنية لا تستطيع أن تدلهم أين ابنهم، من كانت تستطيع حتى في ظل وجود ميليشيات هي التي تتولى عفوا عملية اعتقالهم واختطافهم. معنا
ابو محمد من السماوه تفضل. فضلك. السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. رحمه الله. اخي المساله الخاصه بالمغيبين في الوقت الحاضر. نعم. احنا هسه لا نجي ونقارن هذول بال بزمن النظام السابق ويقولون اكو مقابر جماعيه واكو كذا. زين ذولا شنو فرقهم هسه عن النظام السابق؟ نعم. اذا هم يعيبون على قبل يقولون اكو مقابر جماعيه واكو كذا انتهاكات صارت لحق المواطن العراقي. زين هسه هم جاي يسوون الأسوأ من هذا. مو صحيح؟ نعم. يعني هم اذا ابو محمد بدايه الكلام وفي حلقتنا لهذا الاسبوع حتى لا ننحرف بمسار الحلقه بعيدا يعني نظل في الجوهر الذي بدانا به عرضنا وثائق قبل قليل واتمنى من الاخوه ان اعاده عرضها قدر المستطاع. هذه الوثائق تؤكد ان في عام 2005 في سجن ملجا الجادريه في وقت تولي باقر جبل صولاغ وزاره الداخليه كان هناك تعذيب حتى الموت لمعتقلين كثر بأساليب مختلفة. الآن ما نشاهده في العراق الآن في عام 2019 هو امتداد للتعذيب اللي كان موجود في عام 2005 والطرق اللي كانت متبعة هو نفس المسلسل مستمر. لماذا لا توجد محاسبة ولا يوجد قانون يطبق على هؤلاء المنتهكين؟ ماكو قانون أخي. احنا هسه في الوقت الحاضر يعني إذا نقارن النظام القضائي قبل ماكو النظام قضائي. أبسط شيء صار عندنا قضية هنا عندك شكوى بمركز الشرطة. نعم. إذا تلتحق إذا مثلا يتحققون وياك ويعرضونك على القاضي يعني راح تضحك على القضاة اللي موجودين هسه عندنا. نعم. أولا هم كلهم صغار بالسن وجايين عن طريق الأحزاب. والله العظيم ما يفقهون من الـ من الـ من القانون وعندهم صفة الانحياز. يعني أنا ما شايف لي قاضي ينحاز. نعم. وقاضي مرتشي. فأنت شلون تريدهم هسا يعني القضاء يسوي لك شيء ويحل لك مسألة دول المغيبين؟ ثاني دول المغيبين هسا عندنا الموجودين احنا نعرف احنا هسا عندنا اكو عناصر موجودة بهاي الأحزاب يسولفونا من ينزلون مجازين. نعم. يقولون عندنا دول صحيح موجودين اللي يحكون عنهم بالتلفزيون بس من تجينا جهة رقابية أو جهة دولية مثلا هيومن رايتس ووتش او غيرها ننكر نقول احنا ما عندنا هالشيء ما عندنا سجناء. هذا الكذب. ماكو هالشيء شيء. بس مهما حاولوا يا محمد مهما حاولوا اخفاء الحقيقه ستظهر وتظهر الان بما نشاهد. احنا سؤالنا يبقى مثل ما تفضلت حضرتك تقول بانه القضاة في العراق متحزبين ويسيرون بالمنفعه والوساطات التي بينهم وهذه طبعا تؤكد منظمات دولية. لكن السؤال هذه التقارير والوثائق التي تخرج الآن هي تؤكد بالدليل القاطع ماذا يحدث في سجون العراق. طيب كل واحد يجي من رؤساء الوزراء يسرد سلسلة وعود لا نهاية لها عن الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد والفاسدين وليست فقط السياسيين حتى أكو ناس رجال دين وغيرهم يدعون لمحاربة الفاسدين ومحاربة من تسببوا بدمار البلد. لم نرى واحدا من هؤلاء يحاسب. انت شايف لك فاسد يحاسب على الفساد هو رجل الدين فاسد والسياسي عندنا فاسد شلون تريد يحارب لك الفساد؟ نعم. شلون تريد ينهى عن خلق ويأتي بمثله؟ يعني هذا الحكي يعني المفروض ما نحكي به احنا. ثانيا يعني احنا منتهك السيادة عندنا. الجزء انحرف عن مسار الحلقه هسه شويه يقول لازم نوقف ضمن السياق. اما شلون عن السياده؟ اي دوله عربيه هسه تحكي وتتدخل وتريد تدافع عن دوله قالوا السياده ومن تتدخل ايران لا ماكو هذا ما حد يحكي وياها. ثانيا اذا يعني اذا هو يحكي عن السياده دوله هسه هم جاي يتصرفون بما يحل لهم ما حد يحاسبهم والحكومه تدري اكو هاي الاحزاب عندها سجون عندها اشكال الوان. نعم. بالنسبه للعراقيين يا ابو محمد بالنسبه للعراقيين يعني هل تعتقد ان هذه الحكومات وصلت بالعراقيين ان تنسيهم ما جرى؟ هل وصلت الى نقطه انها تحاول الان بشتى الوسائل ان تشغل العراقيين بقضايا وتنسيهم الانتهاكات التي حدثت سابقا؟ ما حدث بقضيه ملجا الجادريه
هو جزء من مسلسل طويل كبير جدا لانتهاكات لا حصر لها حدثت بعد الاحتلال مباشرة ومنذ تسلم هؤلاء المناصب. هل تعتقد أن هؤلاء يعتقدون أنهم يستطيعون جعل العراقي ينسى ما حدث سابقا عن طريق إشغاله بأمور جديدة؟ نعم، ما أنا أقول لك شلون خلونهم ينسون، يعني من يصير له شغلة سبايكر طبعا راح ينسيه وراح يسوي له حقن طائفي اتجاه شريحة معينة من المجتمع العراقي، ولو يتناسون يعني الناس اللي بالصقلاوية اللي أخذوهم واللي بجرف الصخر وغيرها من المناطق. نعم، يعني أنا أتعجب، يعني حتى يعني أكو ناس محسوبة سياسيين على أهل السنة المفروض يقارنون هذا شو، من يطلعون لقاءات التلفزيونية ما يقارنون، يعني ما يقولون أنتم على شغلة سبايكر سويتوا ذاك الصدى الإعلامي. نعم، على الشغلة زين دول ليش؟ إيش معنى؟ دول مو عراقيين؟ نعم، زين لازم ننظر إحنا العراقيين على حد سواء، أنا ما أقول لك شغلة سبايكر يعني هم هم عراقيين والناس من حقنا ندافع عنهم. لو فتحنا كل ملف يا ابو محمد لا حتفهم. نعم، لو فتحنا كل ملف لنقف عنده وعند حقيقة ما حدث به لوجدنا أن أغلب الملفات تعود المسؤولية بها أولا وأخيرا إلى الحكومات التي كانت تحكم وقتها. صحيح، يعني إن كان المالكي حتفهم يا هم. نعم نعم، المالكي هو الألقى حتفهم لها الموت. لا تقل لي تنظيم الدولة الإسلامية هو اللي جابيهم كذا، طبعا تنظيم الدولة كانوا هذول شباب موجودين وماخذهم ماخذتهم العز بقضاياهم. بغض النظر ابو محمد، احنا حتى نتكلم بشكل عام حتى توصل الفكرة للناس. انا طبعا مبدئيا اشكرك. اشكرك المشاركة. الفكرة مشاهدينا الكرام، الان نحن ندخل في قضايا كما تفضل السيد ابو محمد، العراق يخرج من مشكلة يدخل في مشكلة أخرى قد تكون مفتعلة في كثير من الأحيان من أجل ربما التغطية على جرائم وانتهاكات سابقة أو كبيرة. يعني يدخلون بقضية أو دخل العراق بقضية تنظيم الدولة وما جاء معه من عمليات عسكرية وانتهاكات للمدنيين من الطرفين، وأهملت قضايا كثيرة منها الإعدامات الميدانية التي كانت تحدث في العراق على يد ميليشيات يحكم قادتها الآن، وماذا حدث منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة في حكومات في وزارة الداخلية وفي السجون والمعتقلات من تعذيب وانتهاكات وقتل وإعدامات ميدانية تأتي وطرق تعذيب بشعة لا يوجد قانون في العالم سيوافق عليها أو يقبلها أن تحدث في أي مكان في العالم، لكن في العراق أمور مستثنات. فكما قلت لكم هناك أحداث تحدث في العراق بين فترة وأخرى لإشغال المجتمع بمشاكل جديدة وإدخاله في صراعات جديدة من أجل أن ينسى قضايا سابقة، قضايا مهمة نأخذ نتائجها الآن ونعيش انعكاساتها حتى هذه اللحظة. ما حدث سابقا في السجون والمعتقلات نرى نتائجه الآن، يحدث لا يزال في السجون والمعتقلات على أيدي تختلف ربما لكن بنفس الطريقة وبنفس الوسائل. لا يوجد أحد الآن لا يؤمن بوجود تعذيب داخل سجون العراق بطرق بشعة للغاية ولأسباب طائفية وعلى الهوية وعلى المذهب وعلى الانتماء القبلي أو العشائري وبسبب وشايات مخبر سري أو غيرها. يبقى السؤال هو من الذي سيحاسب هؤلاء ومتى سيحاسب هؤلاء في ظل وجود مؤسسة قضائية فاسدة مصنفة ووجود حكومة ضعيفة مصنفة من ساستها الذين يشاركون الآن في العملية السياسية. حكومة عبد المهدي هي جزء لا يتجزأ من مؤسسة كبيرة مرت بتفرعاتها على حكم العراق وتقود الآن هذا البلد إلى الهاوية بسبب السياسات المتبعة. لا توجد محاسبة، لا توجد ملاحقة، بالعكس المتورطون في قضايا وانتهاكات سابقة يحكمون في البلد الآن ويصنفون على أنهم مجاهدين ومقاومين وقدموا للبلد خدمات، وهم في النهاية نرى نتائج خدماتهم ونكشف كعراقيين ما الذي قدموه على أرض الواقع. معنا السيدة أم أحمد من بغداد، تفضلي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك يا عبد.
استاذ رحم الله والديكم ان شاء الله ربي يوفقكم على هذا البرنامج. شكرا جزيلا. هذا اقل شيء احنا شويه يعني نقول اللي بداخلنا شويه نرتاح، احنا مكبوزين استاذ كلش. نعم نعم اي والله. تفضل. استاذ انا هسه انا عندي ابني مستعجي. اي والله استاذ هسه ابني انا بالقوه اصل التاجي بالموت الاحمر، انا مره اصلا معوقه بالموت. نعم. يلا اوصل التاجي. نعم. هسه نقلوا لي اياه للناصريه. نعم. زين؟ نقلوا للناصريه، ليش؟ ما اعرف. هو نعم. هو نعم. محكوم 15 سنه. شنو؟ نعم، شنو التهمه؟ هو يابا غير احنا كليتنا ارهاب، شو مسوي ما ادري، اعترف من الدق والكتل. تمام. اي والله. تمام. اي والله من الدق والكتل. نعم. زين؟ استاذ هسه هو بالنافريه نقلوه، صار له يجي فوق العشر ايام. انا حايره بزماني شلون؟ انا بالتاجي قوه اوصل لك. نعم. زين ليش نقلتوا للنافريه؟ لما شويه سالت منا والله شنو معاقبينه لاعب رياضه. استاذ هو وبكانه لاعب رياضه. اي والله استاذ. كل شيء ذنب والله ذنب ما مسوي. يعني وكلتوا له محامي يا ام احمد؟ وكلتوا له محامي؟ استاذ ملينا من المحامين، اكلوني بعت بيتي على المحامي. دكتور والله هسه انا استاذ قاعده اجار. نعم. والله العظيم بيتي ملك بعته وطيته للمحامي. نعم. بس طلع لي ابني، لان نعرف احنا اللي يروح ورا الباب عند هاي الحكومه بعد ما يطلع. نعم. يعني قلت ما يخالف خل نبقى بدون سكن. بس الله يطلع ولادي. نعم. اي والله. ام احمد كان الله بعونك يا حجي ام احمد. اي والله استاذ. ليش نعم. يعني هاي السجون، هاي السجون بالشمال يم الكراد ومدى نشوفهم مرات يطلعوهم يلعبون رياضه، اي شويه يشتمون هواء. هسه انتم ليش ابني نقلتوه؟ والله شنو دابي محجر انا ذاك الشهر ما شفته ابني. نعم. رحت لقيته ذابي محجر والله شنو لاعب رياضه. زين؟ نعم. وهسه من المحجر قبل من ناصريه. ذنبه لاعب رياضه. هذا مو من حقه يعني. نعم. مو من حقه شويه يمارس شيء هو يحبه هي الرياضه. نعم. أم احمد شكرا كنت معنا من بغداد. الله يعينكم على ما ابتلاكم. مشاهدينا الكرام سنذهب الى فاصل قصير وبعده نعود لنتحدث عن جزء من تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتحدث بها وتتساءل تسأل القضاة وتسأل المحامين ما الذي قدموه للمعتقلين. سنعود بعد قليل. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد. ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز. تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن الموضوع كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة عن وثيقة تتحدث عن طرق تعذيب أدت إلى أو تتحدث عن تعذيب أدى إلى وفاة معتقلين، وتطالب هذه الوثيقة بأن يسجل هؤلاء وتخرج وثائق موت أو شهادات وفاة للمعتقلين بأنها بطرق طبيعية، توفوا وفاة طبيعية وليس عن طريق التعذيب كما ذكر في الوثيقة. نود أن نعرض لحضراتكم الوثيقة إذا أمكن مرة أخرى للاطلاع عليها. كانت هذه في عام 2005 في فترة حكم باقر صولاغ وزيرا للداخلية إلى وزارة الصحة، طبعا دائرة الطب العدلي.
وكما تلاحظون إصدار الشهادات وفاة، نرجو تقديم شهادات وفاة للمدرجة أسمائهم والذين توفوا أثناء التحقيق معهم في ملجأ الجدرية، واعتبار الوفاة حالة طبيعية مع الحرص الشديد على الكتمان والسرية خدمة للمصالح الوطنية العليا. ما المصالح الوطنية العليا التي تقتضي بتعذيب ناس حتى الموت؟ هذه وثيقة وأسماء الذين ترونهم موجودة مدرجة في هذه الورقة. نتابع الوثيقة الأخرى والورقة الأخرى. طبعا أيضا أسماء معتقلين إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية مكتب السيد وزير الداخلية، أسماء المعتقلين في منطقة الإسكان في الساعة الخامسة من تاريخ 18/8/2005، وهؤلاء هم المدرجة أسماءهم، وهذه الاعتقالات التي تأتي، وهؤلاء أشخاص طبعا ذهبت أرواحهم سدى نتيجة الغياب التام للقانون ونتيجة التعذيب المستمر وقتها والذي يستمر حتى هذه اللحظة. طبعا تقول منظمة Human Rights Watch، التحقيق الذي قامت به منظمة Human Rights Watch خلص في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب. وتتساءل المنظمة كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفي الأيدي أو مكتوفو الأيدي. الآن بحديث السيدة أم أحمد من بغداد وحديث سابق، ليس طعنا في محامين أو ليس محاولة لضربهم، لكن لم يقدموا شيئا في ظل وجود قضاء مسيس متحزب كما وصفه أبو أحمد أبو محمد من السماوة. قضاة وقضاء يدخل في إطار الحزبية ويتأثر بها، إذن هو قضاء ليس عادل، وبالتالي من يستند على أحكامه فهو جاهل في أمور القانون، لأنه لم يبنى على أسس صحيحة وسليمة، بل هو مشكوك في مصداقيته وفي كفاءته وفي نزاهته كذلك، وبالتالي يصدر الأحكام بناء على اعترافات خرجت تحت التعذيب ووشايات من مخبر سري أو غيرها، بل حتى كثير منهم دخل إلى المعتقلات بلا تهمة وواجه قاضي بلا تهمة وأخذ حكما أيضا بلا تهمة، فقبع أما في سجن طويل الأمد أو ذهب إلى الإعدام في ظل حالات الإعدام التي تحدث والمتكررة التي تحدث في العراق. نقرأ بعض الرسائل التي جاءت على خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، الأرقام موجودة أمام حضراتكم للتواصل. عبد الخالق الناصر يقول: السلام عليكم، أشكر قناتكم الرائعة. يا أستاذ هذا حرام ما يصير، حتى لو مرتكبين جرائم هم ما يصير هيك بيهم، أمرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول: اللي مسوي ذنب حاكموه، واللي ما مرتكب شيء مظلوم فرجوا عليه، مو مخليهم بدون محاكمة وفوقها ظالميهم ومعذبيهم. لعد مو وينكم ودا تقولون صدام طاغية دمر الشعب وعذب السجناء؟ زين أنتو شنو هذا اللي تسووه؟ هذا شي يسمونه؟ أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد. يعود ملف كشف وثائق الضحايا خصوصا ضحايا التعذيب حتى الموت في السجون للظهور مجددا مرة أخرى، فهذا بحد ذاته يفضح إجرام الحكومات والميليشيات التابعة لإيران، ويفاقم جميع الأزمات هذه هذه الأعداد والأرقام دليل على تعدد أشكال الجرائم وحقائق مرتكبيها من قادة الميليشيات المجرمة والصمت على جرائمها المتكررة التي يندى لها جبين الإنسانية، فهي وصمة عار في جبين المجرمين. لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق. أحد الأشخاص يحاول الاتصال بنا، طبعا أعتذر للمشاهدين، هذه الخدمة غير متوفرة للاتصال. من يريد أن يشارك معنا باتصال هاتفي الأرقام موجودة بإمكانه أن يشارك معنا، لكن خدمة الواتساب غير متاحة. ولكن هو نشر صورة يقول: هذا أخي المتوفي عرضت على قناتكم الموقرة ب 2011 أخبار مساء، أرجو مساعدتكم. أخي مفقود ب 2010 عرضته على قناتكم الموقرة، أرجو من الله مساعدتي بإرسال فيديو من الأخ المتوفي. تواصل الأخ الكريم مع قسمنا في
قسم الاتصالات، وإن شاء الله سيكون تواصل معك. إن كان هذا المقطع لا يزال موجودا لدينا سنحاول إن شاء الله أن نوفره لك قدر المستطاع. شكرا لك. معنا السيدة أم ضياء من بغداد، تفضلي. أم ضياء اسمعيني من الهاتف، أخفضي صوت التلفاز. نعم تفضل أسمعك. تفضلي أم ضياء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو أستاذ، عندي معتقل بالناصري. نعم أم ضياء نص صوت التلفزيون. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي معتقل بالناصري محكوم 45 سنة. 45 سنة. والله لحد الآن 45 سنة على جماعة شهدة وعلي الزور ومسجنة 45 سنة. هاي صار لي 4 سنوات ما أشوفه هيك شوف عينها بابني أشوفه. وما جهتنا صعبة. نعم. وهسه والله يعني صار لي 3 أيام أد 4 حطت لي بال 200,000 وما جهة مثل الأوادم ما شفت. ومعاناتهم حيل معاناة يعني تعرف السجناء. نعم. ولو احنا شيء يعني اشتكينا وحكينا وقلنا راح يروحون عليهم ويقوم يعذبون بهم. يعني تفضلون ما تشتكون تفضلون ما تشتكون او تسالون حتى لا يتعذب ابنكم بالسجن؟ نعم. نعم. حكينا وسولفنا وقلنا يابا هسه نريد لنا صوره حل، شوفونا شوفونا يحطونا اياهم بمكان زين تا نواجههم نشوفهم نقعد وياهم. نعم. طيب شنو الجواب اللي يجيكم؟ انا هاي اول مره اني اشتكيت ما اشتكيت قبل. وجاكم رد على شكوتكم؟ لا ما حد رد. ما حد رد. لمن اشتكيتوا يا ام ضياء؟ اقول لك عيني هسه انا يعني هيك يعني ناشدتكم انا اناشدكم بعد ما يعني اشتكيت لحد. ام ضياء شوفوا لنا صوره حال. طيب الله يخليك تفضل. شكرا جزيلا ام ضياء. أم ضياء حضرتك خايفة، حقك خايفة على ابنك وخايفة أنه يتعرض لتعذيب، هذا حقك. لكن إذا حابة تشاركينا وعندك القدرة تعطينا تفاصيل يعني يكون أفضل حتى نفهم القضية بشكل أوضح. تراجعتي عن أنه قلتي قدمت شكوى وبعدين ما قدمت. أوكي يعني نتمنى إن شاء الله السلامة لابنكم والفرج القريب إن شاء الله. ثامر من بابل تفضل. الله يسعدك سيد. حياك الله ثامر. شلونك حبيبي؟ كل الهلا، اهلا وسهلا. سيد عندي ابن عمي ثامر عبد الله كاظم. نعم. طبقت عليه سياره، هو شرطي مركز تحرير معلم شيخ. نعم. طبقت عليه سياره بالباب مال بيته والسير اللي غاد عنه. وجتهم وشالوه وراح طبقت عليه مظلله ما حد يعرفه شيء. وشالته وراح وهاي 5 سنوات ما خلينا. قلبنا الأمة ردنا بس اللي قال أثر ما أقول حدنا. عنده مشاكل ويا أحد كان سابقا ممكن تشكون بي أنه هو يكون اللي خاطفه؟ لا والله سيدي اسمح لي سيدي، هو كان براد ما سيارات بنفس المركز يعني ما يطلع حتى لا يطلع دوريات لا يطلع شيء. نعم. ولحد الآن ما لقينا ورا أسرد مشهد ناثر علي ميت عادين معنا عنده أطفال 2 وزوجته. نعم. أمه متوفي أبوه متوفي ما عنده قوة. نعم. هسه احنا قايمين بعيشة الصالة ونقول بكرة الله إذا متوفي وإذا طيب بكرة الله واحد يذكر لنا إياه. كان الله بالعون. شكرا ثامر. مشاهدينا الكرام كما تستمعون إلى الأخوة المتصلين، هناك يعني فقدان للأمل في طريقة معرفة أو طريقة محاولة الوصول إلى أبنائهم أو إخوتهم أو أقربائهم. لا يوجد نظام في العراق، لا توجد سلسلة مراجع يعتمد عليها في التواصل مع الجهات الحكومية من أجل معرفة أين الشخص الغائب أو المفقود أو المختطف، ولا يوجد عدل وقضاء عادل في العراق يدل المحتاج إلى حاجته ويكشف الحقائق. شخص يعني سيارة مظللة بلا أرقام وبلا هوية تأخذ شخص من شارع وتختفي، لا جهة حكومية تقدر تقول وين، أو ممكن هي المتورطة، ولا ميليشيات يمكن أن يعرف الشخص أي ميليشيا قامت بأخذه.
في ظل تعدد الميليشيات الموجود في العراق والعدد الضخم لهذه العناصر وفرق الموت الموجودة؟ قد يكون بدافع طائفي، وقد يكون لغرض تجارة ربما، أو قد يكون لأي سبب. الآن في العراق يمكن أن تخطف أي شخص لأي سبب بلا محاسبة ولا محاكمة. 5 سنوات ما يعرف ابنه أو أخوه وين، اللي خطفته سيارة مظللة بلا أرقام من الشارع، ويا دولة تدور عليه ويا حكومة تقدر تلقاه. إذا جثث خرجت من جرف الصخر قالوا عليها مجهولة، ولم يتجرؤوا على معرفة من أصحاب هذه الجثث الذين توفوا جراء التعذيب في السجون والمعتقلات. محمد من السماوة، تفضل. ألو. تفضل محمد، حياك الله. ما نصف والله. محمد. ما لحد يسمع. محمد. ألو. من السماوة. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد تفضل. فقدنا الاتصال مع السيد محمد من السماوة. إن السجون موجود والمذابح اليوم تفضل ذاكرة العالم على المقابر الجماعية التي ارتكبها صدام. محمد اليوم موضوعنا شنو محمد؟ في القرن الماضي، غير ان الفرق بين السجون ومذابح اليوم والمقابر الجماعية ان الاخيرة كانت تنفذ من جلاد النظام السابق بالكتمان نتيجة انعدام وسائل الاعلام وعدم وجود الانترنت في ذلك الوقت. محمد تسمعني؟ محمد تسمعني؟ صدام بوسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه. محمد بينما تسمعني؟ السجون ومذابح اليوم تنفيذ امام انظار العالم من ناس لا تعرف الرحمه بوقاحه شرسه وبدم بارد. لم يتم اكتشاف المقابر الجماعيه والسجون الا بعد سنوات طويله، في حين ان المذابح الاخيره وصلت اخبارها الى نيوزيلندا وكندا وفنلندا. وشكرا لك اخي العزيز. شكرا محمد، شكرا. نقرا الرساله الاخيره الوارده طبعا من المشاركين الكرام. احد الاشخاص يقول: اخي اريد اسال المرجعيه، ما عاد تسمع آهات الامهات والاباء، ولكن هذا اي دين واي اسلام يا عراق؟ اسرائيل سوت هيك بالفلسطينيين، ولكن الا تخافون الله والرسول ولا تستحون من آل البيت؟ من خلق الفتنة الطائفية غيركم؟ والله حوبة كل يتيم وكل أرملة وكل مظلوم وبرقبتكم إلى يوم الدين. شكرا جزيلا. عبد الله من الأنبار يقول: السلام عليكم أخي، لدي مفقود من 2014 من قبل عصابات داعش، من أعرف عايش لو ميت نرجو إخبارنا، الاسم عمر سعدي أحمد. عبد الله من الأنبار يقول: أبي خطف من قبل عصابات داعش، سمعنا أكو سجون وأكو بعدهم عايشين. طيب عبد الله، السيد عبد الله من الأنبار، التنظيم انتهى بإعلان حيدر العبادي الانتصار كما وصفه، وانتهت العمليات العسكرية مع التنظيم، وهناك انتشار للميليشيات وهناك انتشار للقوات الحكومية في العراق، ولا أعتقد بقي ما يسمى بسجون داعش في العراق في ظل انتشار الميليشيات وإعلانها التحرير والسيطرة كما تقول. ليش ما تذهب وتتواصل معهم؟ لعل وعسى يكون أخوك وأبوك عندهم. يعني انتهت عمليات عسكرية، منطقيا لم يبقى أثر لهذا التنظيم المفروض في العراق بحسب ما أعلنت الدولة، وبالتالي ليش ما تتوجه حضرتك وتسأل على أبوك اللي انخطف من قبل التنظيم عند الدولة؟ سألهم، قد يعطوك جواب، لأنه الدولة خاطفة ناس، معتقلة ناس بلا سبب وخاطفة ناس بلا ذنب، ولم تخبر أهلهم عن مصيرهم ولم تخبر أهلهم أين هم، فأنت وحظك بعد يا عبد الله. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.